ومعنا هاتفيا من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية دكتور رائد أبو داير. مرحبا بك دكتور رائد. إذن صحيفة الجارديان في تقرير لها ذكرت أن سياسة ترامب حيال فلسطين تشعل النيران في المنطقة، كيف ترى ذلك في إطار قرارات ترامب منذ توليه السلطة العام الماضي؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، للأسف الشديد سياسة ترامب تأتي في إطار التخلي عن عرض الرسمي عن القضية الفلسطينية وفي إطار السيطرة الأمريكية الكاملة على القرار الرسمي العربي، وبالتالي اليوم ترامب يقوم بإنهاء ملفات القضية الفلسطينية والثوابت القضية الفلسطينية القدس واللاجئين وهم أهم ثابتين الآن القضية الفلسطينية أمام مرأى ومسمع القادة الرسميين العرب وأيضا النخب العربية. وبالتالي ترامب وجد هذه البيئة خصبة وبيئة مناسبة بأن يقوم بإغفال ملفات القضية الفلسطينية في إطار ملف تأخير يعني أن تكون القدس يهودية بامتياز، وكذلك إلغاء حق العودة من خلال شرط حق العودة ومن خلال إغفال وكالة الغوث ومنع تمويلها. ويأتي هذا الأمر في سياق يعني تثبيت الوجود اليهودي في المنطقة وفي سياق استمرار احتياج العالم العربي القادة العرب الذين نصبوا أنفسهم قادة على شعوبنا العربية للإدارة الأمريكية، وهذا يعني أن القادم سيكون أصعب على القضية الفلسطينية وكذلك أصعب في المنطقة العربية، خاصة أن ترامب مهتم باستجلاب المال العربي وان يدفع العرب الثمن وايضا ان لا تكون هنالك نتائج، وهذا يعني ايضا بالمقابل ان ثوابت وحقوق القضيه الفلسطينيه ستكون لا شيء خلال الفتره الزمنيه القادمه ما دام القاده العرب في حاله الخصام الداخلي العربي وما دام القاده العرب يعتبر القضيه الفلسطينيه ليست قضيه اولويه او قضيه اولى له. عفوا، ما تأثير قطع المساعدات الأمريكية عن الفلسطينيين وسط معاناة غزة تحديدا من حصار مستمر منذ عام 2006؟ يعني هذا سيكون هنالك تأثيرات مباشرة في زيادة الرواتب وزيادة الأسر الفقيرة ومنع تمويل العائلات المستورة، وكذلك التأثير على القطاع الصحي، هناك الالاف من المرضى الذين يتلقون العلاج في الامراض المزمنه سيتم وقف تمويلهم، وهذا سيؤدي الى تعريض حياه المئات بل الالاف من الفلسطينيين في غزه للخطر لانهم لا يستطيعوا ان يلجؤوا هذه الادويه الغاليه الثمن وغير متوفره في السوق بالمناسبه، وبالتالي هنالك تاثيرات مباشره تاتي في اطار ضعف القوة الاقتصادية في السوق المحلي الفلسطيني بشكل عام وفي غزة بشكل خاص وزيادة معدلات البطالة، وهذا يعني هنالك ستكون زيادة لمعدلات الجرائم وزيادة لمعدلات الأمنية في قطاع غزة، مع العلم أستاذ الكريم أن نسبة الأمنية فقط في قطاع غزة لا تتجاوز 1% وهي النسبة الأقل على مستوى العالم في آخره، بمعنى أن سكان غزة الأمنية فيهم لا تصل 1%، وهذا يعني ان الاداره الصحيه معنيه بان تكون هنالك نسبه بطاله عاليه. طيب الان بعد ان اصبح هذا القرار الامريكي واقعا، هل ترى لدى السلطه بدائل لانقاذ الفلسطينيين في الضفه وغزه وفي الشتات ايضا؟ للاسف الشديد السلطه جزء من الاداره الامريكيه، السلطه تنفذ ما هو مطلوب منها دون ان يعني توافق او تولى الموافقه العالميه، السلطه ليست موافقه فقط على صفقه القرن، السلطه الفلسطينيه تنفذ أجندة الإدارة الأمريكية في تنفيذ صفقة القرن من خلال أنها تشارك بمزيد من الحصار على قطاع غزة وبمزيد من فرض العقوبات غير القانونية على سكان قطاع غزة، وبالتالي السلطة الفلسطينية هي جزء أساسي وهنالك عندها رؤية استراتيجية لتنفيذ صفقة القرن من خلال منع المال عن قطاع غزة ومنع التواصل الجغرافي ومنع تحقيق المصالح الوطنية الفلسطينية الحقيقية التي تحمي الثوابت العامة للقضية. شكرا جزيلا لك من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية دكتور رائد أبو داهر.